يعني هو صلاح اتسأل سؤال قبل كده، ان لو انت صحيت يا صلاح ولقيت نفسك في نادي المقاولين تاني وبتركب مواصلات راح النادي، رد بروفيشنال يعني، قال لك انا لو انا صحيت لقيت نفسي زي ما انا هبتدي اشتغل نفس الشغل اللي انا اشتغلته. محمد صلاح انا كنت يعني كنت بخش اقعد معاه، اخش عليه البلكونه كده الاقيه قاعد ماسك ورقه وقلم بيكتب وبيقطع، فانا قاعد جنبه بيكتب وبيقطع، فبيقول لي انت عارف يا صلاح انا بكتب ايه؟ فبقول له لا، فبيقول لي انا بكتب الحاجات اللي انا عايزها في حياتي لسه ما عملتهاش في الكوره. فقال لي الكتابه لما انا بقعد اكتب الكتابه بتخلي المعلومه تثبت في الدماغ غير لما تقعد تفكر. فقال لي انا طول الوقت يعني بحب اكتب عشان المعلومه دي تفضل في دماغي، قال لي وبعد كده اقطع الورق عشان ما حدش يقراه بعدي. فانا بتكلم عن انت، هل انت ما وصلتش يا محمد لسه للي في دماغك؟ قال لي لا لسه، ده انا عندي طموح. قال لي يا صالح لازم يبقى عندك طموح، لازم يبقى عندك هدف انت حاطه تشتغل عليه، ما ينفعش انت تبقى عايش كده وخلاص. لعبت ما لعبتش، موجود مش موجود، الكلام ده كله، قال لي الكلام ده كله هتفضل زي ما انت. قال لي لكن لازم تحط لنفسك هدف. فطبعا هو حتى يعني هو كان جنبي في فتره، يعني في فتره المشاكل دي وقف جنبي كتير جدا، وشخصيه محترمه، ومن كتر ما هو شخص محترم ربنا يعني ربنا فعلا فعلا مديله من وسعه وكرمه، لان هو يستاهل، وما فيش حد بيوصل للمكانه دي الا لما فعلا يبقى بني ادم كويس ويستاهل. فهو كل التوفيق ليه يعني.